مرحبا بكم متتبعي مسلسل الأسيرة، شاهدوا أبرز أحداث حلقة 416 مترجمة للعربية، وفضلا منكم صديقتي لا تبخلوا علي بلايك وكذلك مشاهدة الحلقة للنهاية. في بداية الحلقة كما نشاهد بعدما عاد يكتا وكان يراقبهم، بينما كانت هيرا وأورهون يهتمون بصحراءهم ينظرون لبعضهم البعض، كان يكتا ينظر إليهم بغضب شديد وغيرة، وبدأ يتخيل كيف كان مختفي وليس على بال أي شيء، ولا هيرا ولا صحراء. وجاءتها رسالة نصية تقول على أن هناك مقاطع فيديوهات من عفيفة ديميرهالي، وبعدما مشاهدة هذه المقاطع يتصل بها، وهذا رقمها. وبعدما شاهد يكتا تلك الفيديوهات التي تتعلق بصحراء وهيرا وهم في القصر، وكيف أرهون بجانبهم دائما، كان يزيد من الغيرة والغضب. وبعد ذلك اتصل بعفيفة وقال لها مرحبا أنا يكتا عاصم أغلو، ثم قالت له لقد طالت هذه الزيارة، هذا الوضع هو الأكثر خطورة بالنسبة لك، وتوقف عن الاختباء إذا كنت تريد ألا تفقد عائلتك، وإلا سوف تحدث أشياء لا يريدها أي منا، الخيار لك. وهذا من خياله، وكان ينظر إليهم وهو غاضب ويقول لا يمكنك أن تأخذ عائلتي بعيدا عني يا أورهون ديميرهالي. وبعدها كانت صحراء تقول هل سوف تترك لي ندبة؟ ثم قال لها أورهون لا، فالجروح الكبيرة هي التي تترك الندبة. ثم قالت هيرا تشفى الجروح حتى لو كانت كبيرة، فالوقت يشفي كل شيء حتى لو كانت هناك ندبة. وظلوا ينظرون إلى بعضهم البعض، ثم دخل فجأة يكتا، وتفاجأت هيرا، وكذلك كانت صحراء سعيدة واحتضنته وقالت له أبي، قال لها طفلتي، وقالت له افتقدتك كثيرا يا أبي. كان أورهون ينظر إليه وهو متفاجئ، وكان يقول لها يكتا وأنا كذلك افتقدتك يا ابنتي. وكان أورهون فقط ينظر وهو مصدوم، ثم احتضن هيرا وقال لها عزيزتي لقد افتقدتك كثيرا، وهو يحتضنها ويحاول أن يظهر لأورهون أنها زوجته. كان أورهون في هذه اللحظات يشعر بالإغماء كأنه سوف يومي عليه. المهم بعد ذلك قالت له هيرا ولكن أليس هذا خطر عليك؟ قال لها وهو يقترب منها، كل شيء تحت السيطرة عزيزتي لا تخافي، سوف نتحدث لاحقا، كل ما أريده الآن هو قضاء الوقت بمفردي مع عائلتي. كان يحاول أن يلمح لأورهون، وعانق هيرا وقال لصحراء أمسكي بيدي يا ابنتي. وبعد ذلك كان أورهون ينظر إليهم وهم عائلة واحدة وهو ليس لديه أي مكان هناك، وقالت له صحراء شكرا لك عمي لأنك ساعدتني عندما سقطت وخرج. وكان كأنه يشعر بالاختناق مما شاهده. وبعد ذلك كان يعانق يكتا صحراء ويقول لها تعالي يا ابنتي اشتقت إليك كثيرا. ولكن هيرا كانت تنظر إلى يكتا بنظرات غريبة، وكانت عفيفة تتحدث مع السلطانة ويعتقدون على أن يكتا أتى إلى القصر حتى يأخذ هيرا ويذهب لأنها زوجته، ولكن هذا الشيء لن يحصل أبدا. ومر الوقت وكان يكتا يتحدث مع الصحراء وكان يقول لها هيا قولي لي هل وفيتي بوعدك لي مثل ما قلت؟ قالت له نعم لم أزعج أمي أبدا، ولقد افتقدتك كثيرا، في بعض الأحيان كنت أشعر بالرغبة في البكاء ولكنني ضبطت نفسي. وقال لها أنا آسف لأنني بقيت بعيدا عنك لبعض الوقت، الأيام التي قضيتها بعيدا عنك كانت بمثابة التعذيب بالنسبة لي. وقالت له لقد أبقيت بونديش معي مثلما وعدتك. قال لها أحسنت يا ابنتي، وقالت له كم تمنيت لو أتيت في عيد ميلادي، وكل الحفلة والهدايا كانت جميلة. وتفاجأ هو، ثم بعد ذلك قالت له هيرا لقد أحببت الخيمة التي أرسلتها لها ولقد حصلت عليها باللون المفضل. وقالت صحراء العم أعطاها لي، لقد أرسلتها لي عندما كنت في الحفل، كنت سعيدة جدا. وبعد ذلك كان يكتا يزيد من الغيرة وقالت لقد جمعنا الكثير من النقاط لهذا عاد أبي. قال لها أي نقاط؟ قالت له أمي تعمل في المنزل
ولقد وعدتها كذلك بأن أساعدها حتى نجمع النقاط حتى تأتي. ثم بعد ذلك علم وأخبرت صحراء بكل شيء، وبعدها قال لها صحراء هل تذهبي إلى الحديقة؟ سوف أتحدث مع أمك. وذهبت صحراء وبدأ يتحدث معها، قال لها لن تذهبي إلى ذاك المنزل ولن تعملي مجددا. وقال له هل هذه هي الطريقة التي يحمي بها أورهون لمرهلي ثقته؟ وقالت له أنا من أردت العمل ولم يكن علي البقاء هنا بدون أن أعمل، أردت أن أدفع ديني. وقالت له عندما غادرت قلت أنه سيكون من الصعب علينا التواصل، حتى إرسال رسالة أو التكلم إليك لم أستطع ذلك. المهم كانت تهاتفه وقال لها لم أتمكن من التواصل معك، لقد كنت في أيام صعبة، لم يكن من السهل تركك، كنت دائما أفكر فيك، لقد أتيحت لي هذه الفرصة حتى آتي لرؤيتك. وبعدها قال لها وهو هل جعلك غير مرتاحة؟ لن يكون من السهل عليك أن تكوني هنا أيضا وهو يجعلك مرتاحة، يعني هو وأنت هنا مرة أخرى، يعني أنت مع أورهون من جديد، يعني كان يلمح لها أنه كان زوجها في الماضي. المهم بدأت هيرا تتخيل كيف كانت تحلم به، وبعدها عادت من خيالها وقالت له كل واحد يعرف حدوده، هو مديري وأنا موظفة لديه، الآن بما أنك هنا ليس علينا البقاء هنا، أليس كذلك؟ أليس علينا أن نذهب إلى المنزل؟ قال لها سوف نتحدث في ذلك، أريد بعض الوقت. وتركها وذهب، وكانت تنظر وهي مصدومة من كلامه. وفي هذه الأثناء كان أورهون في المكتب وهو يتكلم مع أورهان ويقول له يجب على الجميع أن يكون في حالة تأهب، إذا كان تشكين يتجسس علينا فمن المؤكد أنه رأى ياكتا يدخل إلى القصر. وقال له لقد دخل في شاحنة الطعام، وقال له يجب عليك أن تراقب متى سوف تعود شاحنة الطعام. قال له لا تقلق سوف نراقب كل شيء. وبعدها دخلت عفيفة وقالت له ماذا يعني هذا يا أورهون؟ ماذا يفعل ياكتا في هذا المنزل؟ قال لها لقد أتى لكي يرى زوجته وابنته، لقد أتى دون سابق إنذار، كل شيء تحت السيطرة لا تقلقي. قالت له تقول لي لا أقلق، يعني لن أقلق، ولكن هذا الرجل مطرد من المجرمين، هل سوف نطعم ذلك الرجل فوق زوجته وطفلته ونعين سائق سيارة؟ وكان ينظر إليها أورهون وخرج دون أن يرد عليها. وفي هذه الأثناء كان ياكتا يتحدث إلى أحد رجاله السادات وكان يقول له افتح الهاتف، لماذا لا تفتح الهاتف ولماذا لا ترد إذا رأيت؟ وأرسله رسالة وقال له إذا رأيت رسالتي اتصل بي. وبعدها أتى أورهون واقترب منه وقال له أنت ما زلت تهرب من تشكين أليس كذلك؟ هيا أريني كيف هربت. ثم قال له من أين تعرف هذا؟ رد عليه ياكتا وقال له تشكين ما دمت أنا حي لن يتخلص من مطاردتي، هل تريد أن تعرف شيء آخر؟ قال له نعم، إلى ماذا تخطط بعد؟ قال له ستعرف خطتي عندما يحين الوقت، فقط علي التعامل مع بعض التفاصيل الصغيرة. وقال له أورهون فليكن هذا صحيح، وتركه وذهب. وكان ياكتا ينظر إليه ويقول من تظن نفسك؟ ومر الوقت وخرج ياكتا مع صحراء وبيده الخيمة، وكانت تقول له إنها خيمة جميلة جدا، وكان يقول لها سوف ننصب خيمة كبيرة جدا في المخيم. قالت له فلتفعل هذه أيضا كذلك، إنها جميلة جدا. قال لها حسنا فلنفعل إذن. وبعدها كانت صحراء تقول له هذه أفضل هدية قدمتها لي على الإطلاق، كيف خمنت بها يا أبي؟ قال لها الآباء يفهمون أطفالهم. ثم بعد ذلك قالت له إذا نظرت إلى البوصلة أثناء المشي فلن تفقد اتجاهاتك، العم أخبرني بذلك، وكان هو يغير من كلمة العم. وبعدها قالت له هل سوف نشعل النار يا أبي؟ قال لها ولكن لا يمكننا فعلها في الحديقة. قالت له ولكن العم أورهون أشعلها في الحديقة، لقد جلسنا حول النار لقد كانت جميلة. وبدأ ياكتا يشعر بالغضب الشديد وكسر بقبض الخيمة. وقالت له صحراء بابا لقد كسرتها. ثم قال نظر إلى صحراء إلى هيرا وكانت تنظر إليه وقال لها أساسا لم تكن متينة. وقال لها لا تقلقي ولا تحزني يا ابنتي سوف أشتري لك واحدة جديدة. وذهب وتركها. واقتربت هيرا من صحراء وقالت لها اذهبي إلى الداخل. وبينما هيرا تجمع تلك الخيمة وتنظر إلى المقابض التي كسرها ياكتا، وأتى أورهون واقترب منها وقال لها هل كسرت؟ قالت له نعم.
ثم قال لها سوف يشتري لها أباها واحدة جديدة أحسن منها، وقال لها لقد كانت سعيدة جدا صحراء بقدوم والدها. قالت لها نعم، قالت له نعم إنها سعيدة. ثم نظر إليها وقال لها إلى ماذا يخطط للقيام به الآن؟ هل قال لك شيء؟ ثم كان يكسى ينظر إليها وخرج واقترب منها. ثم قالت له لأورهون إذا كان لديك طلب آخر يعني تحاول أن تجعله يذهب. وفهم أورهون وذهب وتركهم. ثم اقترب منها يكسى وقال لها ماذا قال لك؟ قالت له لم يقل شيء، فقط رأى الخيمة مكسورة. قال لها كان عليك أن تخبريه أنني سوف أشتري لها واحدة أفضل. وقالت له ماذا سوف نفعل؟ ماذا تنتظر لكي نغادر من هذا المنزل؟ قال لها وهل طلب منك ذلك؟ قالت له أريد أن أعرف الآن ماذا سنفعل بعد ذلك؟ أنت تعرف أنني لا أريد أن أبقى هنا وأنت لا تخبرني. قال لها لدي خطة، وتوقفي عن سؤال نفس السؤال مرارا وتكرارا. وذهب وتركها. وفي هذه اللحظات كانت زيلين تحاول التحدث مع عفيفة، ونظرت وشاهدت يكتب ونظرت إلى تلك الصورة التي لديها وقالت هذا هو زوجها، وكانت تفكر. ثم أتت عفيفة وقالت لها سيدة عفيفة أنا آسفة لما حدث بالأمس لم أنم. وقالت لها لا داعي لكي تتأسفي أو تشرحي، أنا أعرف لماذا أنت تحاولين فعل ذلك، أنت تحاولين إيقاع أختك لأورهون، تعتقدي أن وجود هيرا هنا سوف يوقفهم. قالت زيرين أنت تفهمين بشكل خاطئ. قالت لها أنا أعرف كل شيء، نعم هذا زوجها، يجب على تلك المرأة أن تغادر قبل أن تتاح لها الفرصة لتقول أن الطفل من أورهون، وأنت سوف تلتزمين الصمت. قالت لها لا تقلقي لن أخبر أي أحد حتى دفنة لا تعلم. قالت لها أما بالنسبة لتوقعاتك بشأن دفنة وأورهون فأزيليها من أفكارك الآن، الشيء المهم الآن هو إخراج تلك المرأة من هذا المنزل في أسرع وقت ممكن. وفي هذه الأثناء كان يكتا ينظر إلى تلك الفيديوهات التي أرسلتها إليه عفيفة، وهو يزيد من الغيرة ويقول لقد فعلت ما أردت يا أورهون لمرهلي، لقد اعتادت عليك هيرة وصحراء لكنك لن تفعل ذلك. وبعدها أخذ الدبدوب وأخرج منه تلك اللقطات التي في داخل الدبدوب أو التسجيل، وبعدها قال أنت هنا وأعادها إلى الدبدوب. وبعد ذلك خرج، وكانت صحراء تقول لهيرة هل نسي العم أن يعطيني البوصلة؟ نظرت إلى يكتأ وقالت ربما يا عزيزتي، واقترب من صحراء وقال لها سوف أجلب لك أفضل بوصلة يا عزيزتي، هيا ادخلي سوف نتحدث. ودخلت. ثم بعدها قال لهيرة هل هناك أي وعود أخرى قطعها ديمير هالي؟ أجابت هيرة وقالت له يجب علي البقاء في مكان لا أريده، أنت هل تحاسبني على هذا؟ واقترب أورهون وكان يستمع إلى حديثهم. فنحن هنا لأنك طلبت منا أن نكون، اعتنى السيد أورهون بصحراء حتى لا تشعر بالسوء، هذا كل شيء. قال لها لا يوجد أورهون أو ما شابه، وأنا هنا بعد الآن ولقد رتبت كل شيء وسوف نذهب من هنا. وكانت صدمة هيرا وأورهون في نفس الوقت. وكانت هذه هي نهاية الحلقة. لا تبخلوا علي بلايك وشكر.